الناس قوتل مش معيات وضع بطلع تفرق ونشي تخون مبقى إذا المهني هو ذلك سيكري بعده ما هاد الناس من فوتو واش حنا مغاربة بحالنا بحالهم واش حنا مواطنين واش حنا سواسية بالحق لا حنا قصنا بغينا نتخوي لا حنا قصنا نفوتو على التخويت ما دين احتاجو على التخويت كيف فوتو لهاد الناس كله تلطح تفوت لا الجمعيات لا الشركات لا الناس اللي بنوا ديورهم وهاد الناس هما اللي هما تمهمشوا حقهم وهمشوا حقهم وما خلاهمش يناقشوا معاهم شي حاجة إلا تكريو وتفاق المرمز العمومي هنا الاستغلال الموقف تاع المرمز العمومي والحرايب اللي خصو يبني وخصو تطيح عليه التكلفة كل شيء ديال البني والمشاريع وهما ما كيقول لك ما كاين تفويت إلا الحرايجية وحتى ناقشوا مع هاد الناس اللي البارحة قالوا لهم راه فوتوا الشركات وفوتوا المشاريع الكبرى وهاد المهنيين هما ما عندهم حق التخويت واش هاد الناس ما عندهم حق التخويت يقولوها لينا واش هاد الناس ما بغاو معنا الحل يقولوها لينا واش هاد الناس بغا ينظموا هاد المدينة غير هكاك راه ما يمكنش راه ما خصها شوية التضحية هما يضحيو وحنا نضحيو وما كاين حتى مشكل ولاني باش يجيو يفرضوا علينا شي قوانين وشي حاجة مقطوع عليها الحرايفي راه ما يمكنش واش قبلتوا هاد السي بعدا Ta-ta-ta!